ما زلنا في متابعه مع حضراتكم لردود افعال الاهالي والشيوخ مطروح بعد زياره سياده الرئيس للمحافظه، ومعانا على التليفون دلوقتي العمده عبد المنعم اسرافيل المتحدث باسم مجلس عمد ومشايخ مطروح. صباح الخير على حضرتك يا فندم، واهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. وحنور يا فندم عليك وعلى مصر كلها وعلى الاستاذ محمد الشاذلي عليك السلام. اهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا. حابة بس أعرف من حضرتك رؤيتك لزيارة سيادة الرئيس لمحافظة مطروح، إجراء نقاش وحوار مفتوح مع العمد والمشايخ. فندم، زيارة السيد الرئيس لمطروح زيارة مش أول مرة ولا آخر مرة، زيارة داعمة لكل الوعود اللي إداها للشعب المصري قبل ما يديها لأبناء مطروح. جاي يدعم وجاي يتفرج على الوعود اللي ادها، انجز منها المسؤولين قد ايه. يعني مش جاي لسه يدي وعود، ادى وعود ونفذ. يعني على ارض الطبيعه احنا لو جيت كررت مع حضرتك الوعود اللي ادها واتنفذت في وقت قياسي لا يتخيله عقل بشري، بل اوهم العالم اجمع ان مصر من الحضيض تبقى في سياق السباق التنافسي لدول العالم. يعني شوف الدول اللي جنبينا المجاوره لينا لما جت فيها الثورات انهارت لغايه دلوقتي. انا عن نفسي كعمدة منعم اقسم بالله ما كنت مصدق ان ده هيحصل. كنت افكر يعني حاجات بالمليارات، حاجات تحتاج سنين. يعني كان لما اتعمل تطوير شارع كان بيقعد عندنا سنين. النهارده اتعمل النهضه دي، تصحى الصبح تلاقي مشروع جديد، تصحى ثاني يوم تلاقي مشروع جديد، تصحى ثالث يوم تلاقي مشروع جديد. بالسرعه دي وبالجوده دي ده شيء ما كانش يتخيله حد. النهارده لو جيت اكرر مع حضرتك اللي اتعمل في مطروح في نطاق محافظه مطروح 600 كيلو ولغايه السلوم لغايه سيوه، مدينه العالمين الجديده، الدلتا الجديده، المحطه النوويه السلميه، تطوير رحلات قطاع الصحه، تطوير الطرق، تطوير الطريق الدولي اسكندريه المطروح بطول 600 كيلو، تطوير الخطوط النقله للمياه، ميناء جرجوب التجاري والحربي، تطوير مبنى ميناء السلوم البري، كم المبادرات الصحيه لاكتشاف الامراض مبكرا، مشروع حياه كريمه، مشروع العملاق الذي تم افتتاحه عن طريق دوله رئيس الوزراء في سيوه الذي انقذ سيوه من الغرق وتلف الزراعات، جامعه مطروح طفرة تعليمية رهيبة لأبناء مطروح، كانت تحرم بناتنا منها تتعلم للطابع البدوي ان البنت ما تبقاش بعيد. النهارده عندي جامعة مطروح، ومن حوالي 10-15 يوم جه معالي الوزير وزير التعليم العالي وضع حجر اساس لكلية الطب. مدينة رأس الحكمة الجديدة إن شاء الله يعني بشير إنشاء عدد من الأرصفة التجارية، محطة جرجوب هيبدأ فيها، عدد من المطارات. يعني مطروح اعتقد شهادة. كمان اعتقد كمان انه من مصلحه هذه المشروعات والقائمين على هذه المشروعات والمستثمرين اللي موجودين في مطروح ان تكون العماله والايدي العامله في هذه المشروعات من ابناء مطروح. فعايز اعرف من حضرتك انعكاسات كل هذه المشروعات سواء الخدميه او التنمويه على ابناء المحافظه من حيث توفير فرص عمل لشباب المحافظه. والله يا فندم حكايه فرص العمل، انا يعني بعيني كم اعداد رهيبه من العماله في المشاريع دي. ما فيش يغيب عن العماله دهيا الا المتكاسل اللي هو مش، لكن المشاريع موجوده، العماله موجوده. احنا قبل ما نكون عمد نحتنا الصخر عشان ربي اولادنا. انا بقول للشباب المشاريع موجوده والعماله موجوده. طيب اعداد تفوق الالاف. طب ده طبعا ده شيء يعني يطمنا يا فندم، ودي شهاده من حضرتك مهمه. لكن خليني اروح معاك للتجمعات التنمويه، المباني البدويه اللي اشتغلت عليها الدوله في الفتره الاخيره، لاي مدى ساعدت على توفير سكن كريم ومدينه حضاريه للمواطنين؟ فندم التطوير ده هو نقلنا من العشوائيات لمنظر حضاري، من طرق داخلها، من مرافق داخل بجانب انها اشتملت على الحيز البدوي اللي يتكيف معاه المواطن المطروحي. يعني مطروح بتشهد طفره وبتشهد اهتمام السيد رئيس الجمهوريه. بتشهد اهتمامه ودايما دايما توصياته لكافه الاجهزه الممثله للدوله في مطروح سواء شرطيه، عسكريه، استخباراتيه، امنيه، اجهزه تنفيذيه.
سيد محافظ دايما بينقل تحيات فخامة الرئيس لأبناء مطروح وبيأكد على توصياته على مطروح. أنا بقول لأبناء مطروح الصبر، ما فيش تنمية قبل إنشاء بنية تحتية. أنا بقول للمغيبين عقليا اللي بقول إحنا نستفيد من الشوارع، نستفيد دي بنية تحتية لازم علشان يتحرك بها أصحاب المشاريع الكبيرة علشان ينفذ مشروعاته، لازم من البنية التحتية، من صرف، من مية، من طرق، من مطارات. أنا بقول لازم العقول تعي تماما البنية التحتية ومدى تأثيرها في نجاح التنمية الشاملة. أنا أقول لأبناء مطروح الصبر، وخير قادم لمطروح، قادم قادم. يعني بشوفه أنتوا هتشوفوا خير، إحنا تحرمنا منه، إحنا تحرمنا منه، لكن فرحانين إن أبنائنا والأجيال القادمة هتبقى في 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 عمران، يعني مدينة العالمين أصبحت مزار عالمي لرؤساء وملوك وأمراء وسلاطين العالم. حتى كل شوي كل شوي على لا 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 على التلفزيون فخامة الرئيس أو معالي رئيس الوزراء بيستقبل أمير أو رئيس في العالمين. صحيح، بكل تأكيد. العالمين اللي كانت منطقة ملاحات ما حدش بيبص لها، النهارده أصبحت مزار عالمي وفخر لكل مصري قدام العالم. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا العمدة عبد المنعم إسرافيل المتحدث باسم مجلس عمد ومشايخ مطروح، شكرا جزيلا ليك.